الحمد لله، الحمد لله فاطر السبع الطباق، مقسم الآداب والأرزاق، ومالك يوم التلاق. نحمده على آلاء تملأ الآفاق، ونعم تطوق القلوب والأعناق، نعم توالى لو نقوم بحقها لله بتنا راكعين وسجدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها للحظة الفراق والتفاف الساق بالساق. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من ركب البراق وتمم مكارم الأخلاق. دعا والغي بالأمواج طامي، فأضحى الحق مرفوع المقام، وأمسى الغي مخفوض البنام، تضاءل ثم ولى في انهزام. وركن الحق صار به مشيدا، وأركان الضلالة في انهدام. صلى عليه ربنا وسلما ما استقبلت أودية غيث السماء، وما انتهى أمر وتم وانقضى، وما نجوم زينت وجه السماء. وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ما دامت الأرض أرضا والسماء سماء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. معشر الكرام، في الأثر: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. خير المجالس وأعلاها وأزكاها عند الله المجالس التي فيها يذكر الله، إنها رياض الجنة. قال ابن القيم رحمه الله: من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر، فإنها رياض الجنة. وعن رسول الله عالي المنة: مجالس الذكر رياض الجنة، ألا ارتعوا فيها لتستريحوا، واغدوا إليها دائما وروحوا. يا من اعتل قلبه وقسى، احمله إلى مشافي مجالس الذكر عله يلين ويشفى. يا من ضاع قلبه، انشده في مجالس الذكر علك تجده. تقول أم الدرداء: التمست العبادة في كل شيء، فما وجدت شيئا أشفى لنفسي من مجلس ذكر. ذكر الإله أعظم المنازل، وزاد كل عالم وفاضل، ومسعد الأرواح والقلوب، يقودها لعالم الغيوب. به يا قوم ترتاح القلوب، وتنزاح المتاعب والكروب، وتنزل رحمة الرحمن غيثا مهيبا تمحي معه الذنوب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. جعلني الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا، من أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. معشر الكرام، قال الله جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله، فما أحوجنا إلى أن نلهج بذكر الله في هذه الفجاج التي قد نودعها بعد سويعات أو ساعات، والله أعلم بمن يعود إليها مرة أخرى. لقد جاءها قبلنا أقوام وجلسوا مجلسنا هذا، وهم اليوم تحت أطباق الثرى، حالهم لو نطق لقال ناصحا: يا باني الدار معدا لها، ماذا عملت لدارك الأخرى؟ وممهد الفرش الوثيرة لا تغفل فراش الرقدة الكبرى. نسأل الله أن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وأن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. معاشر الكرام، العاقل من عمر بيتا تطول فيه إقامته، ولو بخراب بيت سيرتحل عما قريب عنه. والقبر هو البيت الذي تطول الإقامة فيه قياسا ببيت الدنيا. عاش أبو بكر في هذه الدنيا 63 سنة، وهو اليوم ينعم في قبره منذ 1430 سنة، رضي الله عنه وعمن ترضى عنه. يا عاقلا لا تطمئن إلى الحياة وتركن، ظنا بأنك تحسن فرح المنية تطحن. يا ساكن الحجرات ما لك غير قبرك مسكن، اليوم أنت مكاثر ومفاخر متزين، وغدا تصير إلى القبور محنط ومكفن. فكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفن، وكأن أهلك قد بكوا حزنا عليك وزننوا. فإذا مضت لك جمعة في جمعة في جمعة، فكأنهم لم يحزنوا. يا أيها المتعقل المتمكن، أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن،
واصرف قواك لشرعه فيما تسر وتعلن، ما دون دائرة الردى حصن لمن يتحصن. القبر منزل قد نرتحل إليه بعد ساعات أو أيام أو سنوات، وعندها يعرف كل سبيله ويتضح له مقيله ويخلو بعمله ويفضي إلى ما قدمه. القبر واعظ صامت لا يملك العبارات المنمقة ولا يحسن نظم الشعر ولغته، لكن لحال ترابه صوت لا يسمعه ولا يعيه إلا من وقف يتأمله، وهو يضم بين جنباته الحبيب والغريب والقريب والبعيد والشقي والسعيد والأمير والحقير ومن يعرف ومن لا يعرف. القبر أول منازل الآخرة، من نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينج منه فما بعده أشد وأفظع، ما رؤي منظر قط إلا والقبر أفظع منه. ونعيمه وعذابه وفتنته ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فالقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يكُ خيرًا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يكُ شرًا فما بعد أشد، ويلٌ لعبدٍ عن سبيل الله صد. فحذار حذار الغفلة، وحذار كل سببٍ من أسباب عذاب القبر، واستعيذوا بالله ثم استعيذوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا لي: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقالت عائشة: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما. فخرجتا فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقتا، إنهم يعذبون عذاباً تسمعه البهائم كلها. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. وفي رواية: وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر، فاللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال صلى الله عليه وسلم: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال: متى مات هؤلاء؟ قالوا: ماتوا في الإشراك بالله أو في الجاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. قال: ثم أقبل بوجهه علينا فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. وفي الصحيح عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس أي غربت، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وفي الصحيح من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما معناه ومضمونه: وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ وعندها يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك. فأما المؤمن والموقن فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا أو موقنا. وفي رواية: نم نومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. ثم ينادي مناد كما في الحديث الصحيح الذي رواه البراء رضي الله عنه: صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من روحها وطيبها. ثم يأتيه رجل حسن الثياب حسن الوجه طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: وأنت فبشرك الله بخير، من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير.
قال أنا عملك الصالح، فيقول رب أقم الساعة، ثم يعرض عليه مقعده في الجنة بالغداة والعشي حتى يبعثه الله إليه يوم القيامة. وأما المنافق المرتاب فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقال له كما في حديث أنس لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، وينادي مناد كما في حديث البراء أن كذب، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار يأتيه من حرها وسمومها. ثم يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. قال أنا عملك الخبيث، ما علمتك إلا سريعا في معصية الله بطيئا عن طاعة الله، أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. ثم يلتئم عليه قبره، ويعرض عليه مقعده من النار بالغداة والعشي إلى أن يبعثه الله إليه. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. معاشر الكرام، ما أحوج المرأة إلى معرفة وتعلم ما يجب أن يفعله وما يجب أن يجتنبه ويحذره من خلال وحي ربه، ليثبت وينجو ويأمن يوم يلقى ربه. ووحي الله قد بيّلنا الأعمال التي تنجي وعلى رأسها الإيمان بالله، والأعمال التي تردي وعلى رأسها الشرك بالله، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. في الصحيح ما مضمونه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات غداة مخبرا عن رؤيا رآها، إنه أتاني الليلة آتيان فابتعثاني، فانطلقا بي حتى أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذا؟ قال لينطلق، ثم قال بعد هذا في الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وفي رواية والذي رأيته يشدخ رأسه، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. قال ثم انطلقا بي فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وآخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذا؟ قال لينطلق، ثم قال فيما بعد إنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يصنع به إلى يوم القيامة. قال ثم انطلقنا فأتينا على مثل التنور فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراح، يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم اللهب ضوضوا. قلت ما هؤلاء؟ قالا لينطلق، ثم قالا بعد وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني. قال فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فيقبل الرجل الذي في النهر قد فغر فاه، فإذا أراد أن يخرج رمى بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. قلت ما هذا؟ قال لينطلق، ثم قال بعد أما الرجل الذي يسبح ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. فيا عبد الله، رؤيا الأنبياء حق ووحي، من أراد أن يكون مهاده في القبر مهادا يسر، فليحذر ما حذر منه الوحي، وليعظب النواجذ على ما أمر به من له الخلق والأمر. روي بسند فيه ضعف، وأصول السنة تشهد له، كما قال ابن تيمية رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما مضمونه؟ إني رأيت البارحة عجبا،
رأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله فطردهم عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من بين أيديهم، ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار وشررها فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين النار وظلا على رأسه، ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما ورد حوضا طرد عنه فجاءه صيام رمضان فأسقاه وأرواه، ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار فجاءته دمعته التي ذرفها من خشية الله فاستنقذته، ورأيت رجلا من أمتي احتوشته الزبانية فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم، ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحير في ذلك، فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور، ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف فجاءه حسن ظنه في الله فسكن رعدته، ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، لا والذي علم الإنسان بالقلم لا يستوي من على حق تصرفه ومن مشى تائها في حالك الظلم، من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. عبد الله، مهادك في قبرك عملك، وأعظم وأسعد مهاد لك في قبرك توحيدك وإيمانك، إعلان أن لا إله إلا الله في اعتقاد لمعناها وعمل بمقتضاها، أما مجرد قولها والعبد يدعو غير الله ويستحل ما حرم الله فلا تنفعه، فالمنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار، وعباد القبور يقولونها اليوم وهم من أكثر خلق الله. من قال لا إله إلا الله صادقا مخلصا أدخله الله الجنة، ومن قالها كاذبا حقنت دمه وأحرزت ماله وحسابه على الله. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأحسن الحسنات لا إله إلا الله، وخير ما قال نبينا والنبيون من قبله لا إله إلا الله، وإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، ومن ابتغى وجه الله عمل له. معشر الإخوة، عز الدنيا ونجاة الآخرة في لا إله إلا الله، ما قالها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفس كربه، ومن كانت آخر كلامه وجبت له الجنة. دعوة كل رسول ونبي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأجلها خلق الإنس والجن، وأنزلت الكتب، وأرسلت الرسل، وجردت السيوف للجهاد، وانقسم الناس إلى أبرار وفجار ومؤمنين وكفار، وقام سوق الجنة والنار. من قال لا إله إلا الله وحقق معناها نجا من النار، وإن دخلها لمعصية ارتكبها لم يخلد فيها. سمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا فقال على الفطرة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرج من النار. وفي الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، وفي قلبه وزن برة من خير، وفي قلبه وزن ذرة من خير. وفي الحديث القدسي قال الله جل وعلا وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، من قالها وحقق معناها وعمل بمقتضاها وأدى حقها وفرضها دخل الجنة على ما كان منه من عمل. في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، فجعلت أمشي في ظل القمر، أي في المكان الذي ليس للقمر فيه ضوء ليخفي شخصه، يفعل ذلك لاحتمال أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة فيكون قريبا منه.
قال: فالتفت إلي وقال: من؟ قلت: أبو ذر جعلني الله فداك يا رسول الله. قال: تعال. قال: فمشيت معه ساعة فقال: يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال: ومشيت معه ساعة فقال: اجلس هاهنا حتى أرجع إليك. قال: ثم انطلق في الحرة حتى لا أراه، ولبث وأطال اللبث. قال: ثم سمعته وهو مقبل يقول: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، ولا أسمع أحدا يرجع إليه قولا. قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله، جعلني الله فداءك، من تكلم في جانب الحرة؟ قال: يا أبا ذر، ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرة فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم، وإن شرب الخمر على رغم أنف أبي ذر. عباد الله، مآل أهل التوحيد إلى الجنة، وإن دخلوا النار لمعصية فإنهم لا يخلدون فيها، والأمر قبل ذلك وبعده لله، إن شاء عذب وإن شاء عفا، ورحمته سبقت غضبه جل وعلا، رحمته سابقة للغضب، وجوده ليس له من حجب. الموحد مغفور ذنبه فيما بينه وبين الله، فحذار الشرك ومظالم عباد الله. في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، فكل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. يقول ابن القيم رحمه الله ما مضمونه: نور وأشعة لا إله إلا الله تبدد ضباب وغيوم الذنوب، وأهلها متفاوتون في ذلك النور، فمنهم من نورها في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، ومنهم من نورها كالسراج المضيء، ومنهم من نورها كالسراج الضعيف. ولذا تظهر الأنوار يوم القيامة بين أيديهم وبأيمانهم على حسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. لا إله إلا الله ثقيلة في الميزان، لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ووضعت في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما معنى يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا من ذنوبه وسيئاته، كل سجل مد البصر، ثم يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. ولعله ختم بها حياته وقالها تائبًا مقرًا صادقًا مخلصًا من قلبه. قال: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لن تظلم. وضعت السجلات في كفة ووضعت البطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، لا يثقل مع اسم الله شيء، رجحت بجميع السيئات، لأنها صارت عن إقرار صادق وتوبة صادقة وتوحيد خالص ليس معه إصرار على معصية. أشعة التوحيد لا تحدد، وذنب من عصى بها يبدد. يا عبد الله، حقق توحيد الله لتأمن، من يعش لله عبدا عاش مصحوبا بأمن. من حقق توحيد الله فهو آمن حقا في دنياه وأخرى، آمن على رزقه، موقن أن الأرزاق في ضمان الله الذي لا يخلف وعده ولا يضيع عبده، يرزق الطير في الوكنات والسباع في الفلوات والأسماك في البحور والدود تحت الصخور، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. آمن على ذريته من بعده، موقن أنه سيتركهم في رعاية من هو أبر بهم وأرحم وأكرم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. آمن إذا نزلت به المصائب فلا تراه إلا صابرا راضيا مسترجعا حامدا معلنا: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها.
يحزن قلبه وتدمع عينه ولا يقول إلا ما يرضي ربه، آمن على أجله، موقن أن الله قد حدده، ولا تملك قوة على وجه الأرض أن تقدمه أو تؤخره. ولذا لما هدد الحجاج سعيد بن جبير رحمه الله بالموت قال: لو أعلم أن الموت بيدك ما عبدت إلها غيرك. آمن في قبره، آمن يوم بعثه، آمن في حشره، آمن في كل أحواله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهو يعيش هذه البشارة عند موته وفي قبره وفي بعثه، وإنه في الجنة وما ذهب وقع تلك البشارة من قلبه. أسأل الله بمنه أن يجعلني وإياكم أهلا لتلك البشارة. عباد الله، العمل اليسير مع تحقيق التوحيد يصبح عظيما. شربة لكلب يلهث من شدة العطش خالطها إيمان بالله كانت لبغي من البغايا سعادة عند الله. إخلاصها لله في التوحيد هيأها لجنة الخلود. رجل يمر على غصن شوك فينحيه عن طريق المسلمين وقد ابتلأ قلبه بالإيمان بالله، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب بذلك العمل في الجنة. هذا في إزالة أذى حسي يسير، فكيف بمن يدفع عن المسلمين الفساد والإفساد والأفكار الخبيثة والإلحاد وعظيم الشرور؟ وفد الله. وبدون الإيمان مهما عمل الإنسان فعمله طاقة مهدرة وجهود مبعثرة، لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. حاتم الطائي مضرب المثل في الكرم عند العرب، حيثما نزل عرف منزله، يصور شعره جوده ويصدق قوله فعله، ويقول لزوجه: إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي. ولما قالت زوجه: أهلكت مالنا، قال وقائلة: أهلكت بالجود مالنا ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت: دعيني، إنما تلك عادتي، لكل كريم عادة يستعيدها. ما أتاه أحد في حاجة فرده خائبا، يذبح فرسه لجوع الحي ويطعمهم ويبقى جائعا ويقول: كلوا اليوم من رزق الإله وأيسروا فإن على الرحمن رزقكم غدا. وهو الذي كان يقول: قدوري بصحراء منصوبة وما ينبح الكلب أضيافيه، وإن لم أجد لنزيلي قرا قطعت له بعض أطرافيه. وفي الليلة الشاتية ذات الرياح العاتية يقول لغلامه: أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا موقد ريح سر، عل يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. ويقول: إذا كان بعض المال ربا لأهله فإني بحمد الله مالي معبد، إذا أنت أعطيت الغنى ثم لم تجد بفضل الغنى ألفيت ما لك حامد. ومع ذا قال عدي رضي الله عنه ابنه: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم ويقري الضيف ويفعل ويفعل، يعني أينفعه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن أباك أراد أمرا فأدركه. أراد أن يذكر فذكر. نعم، إنه القائل أماوي: إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. أماوي: إن المال مال بذلته فأوله شكر وآخره ذكر. وقد علم الأقوام لو أن حاتما أراد ثراء المال كان له وفر. كل ذلك لم ينفعه، لأنه لم يقل يوما من الأيام: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لا ينفع مع الشرك حسنة، فالشرك بؤس وهو شر عاقبة، والله أغنى الشركاء قاطبة. عبد الله، أسلم نفسك لله، والنية تجعلها لوجه الله. فلا إله إلا الله تعني أن تكون عبدا لله لا لغيره، تقف مع شرع الله فلا يحركك غيره. إن قال تقدم تقدمت، وإن قال تراجع تراجعت، وإن قال توقف توقفت، راضيا مستسلما ومسلما بلا حرج. والحال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أنا لله ولي لا لعزى أو مناتي، أنا عبد الله لا عبد الهوى والشهوات. فالطاعة المطلقة لله، وكل طاعة تبع لطاعة الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الله، والعز في كنف العزيز، ومن عبد العبيد أذله الله.
ومختصر القول خذه من المدارج منظوما شبيليا: تحقيقك التوحيد ذاك الأنجع، وهو الذي يوم الزحام ينفع، فكل من حققه لا يهزم، وهو الذي به الإله يكرم، وإنه لسر فوز من سلك، وخدشه سر هلاك من هلك، وكل صالح من الأعمال فشعبة من شعب الإيمان، فشمر في صالح الأعمال وكل ما يحب ذو الجلال. عبد الله، قدم لنفسك خيرا ما دمت مالك مالك، ما قدمت فمالك، وما أخرت فمال وارثك، نصيبك مما تجمع الدهر كله رداءان تلوى فيهما وحنوط. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن، ثوب من مات على وارثه وعلى من مات ثوب من مدر، إنما دنياك يوم واحد فإذا يومك ولا لم يعد. فالاعتبار الاعتبار، هذا تاجر من أكابر التجار، أوصى بنيه أن يبنوا له 100 مسجد في شتى الأقطار، ثم لقي الله سبحانه وتعالى فاختلف البنون على التركة وأهملوا الوصية، فلم يبن له من 100 أوصى بها ولو مسجد واحد. فيا عبد الله، بادر بالخير قبل أن يحال بينك وبينه، فالخير طير إن بادرته قر، وإن توانيت فر. بادر قبل أن تبادر، وبيدك لا بيد عمرو، عجل بما يبقى فإنك فاني، ولا تشح بفان أيها الفاني. في الصحيحين أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. إن كنت مالك مالك فامهد به قبرك، واجعله وسيلة لك عند الله، وأسوتك في ذلك خيار هذه الأمة. لم يكن أحد منهم عنده قدرة إلا وقف وقفا لله، فمنهم من وقف بستانه، ومنهم من وقف أرضه، ومنهم من وقف سلاحه، ومنهم من وقف داره. فحل الأمة وإمام هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه وعمن ترضى عنه، يقف دوره بمكة ويضع ماله تحت تصرف نبي الأمة، ويسلم وله 40,000 ويموت وما ترك درهما ولا دينارا، فهل ضيعه الله؟ إنه ينعم في قبره منذ أكثر من 1400 سنة، وسيدعى من جميع أبواب الجنة. فيا عبد الله، امهد لنفسك في القبر بوقف لله، وإن قل قد لا تكون ذا مال يذكر، فحسبك أن تساهم في وقف ولو 100 أو أكثر أو أقل، وأفضل الصدقة جهد المقل. لما هاجر المهاجرون إلى المدينة وخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، كان بالمدينة بئر لرجل يدعى رومة، ماؤها عذب، لكنه لا يسمح بالشرب منها إلا بثمن، فالقربة بمد، وهذا أمر فوق الطاقة لا يستطيعه أناس خرجوا من كل شيء لله. فقام من هو أولى بهم من أنفسهم صلوات الله وسلامه عليه فقال: لا، تبيعنيها بعين في الجنة؟ فقال: ليس لي ولعيالي غيرها. فقال صلى الله عليه وسلم: ما مضمونه؟ من يشتري بئر رومة ويكون دلوه فيها كدلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. فقام عثمان رضي الله عنه فاشتراها من صلب ماله، ولم يميز نفسه عن أحد من روادها ابتغاء الأجر الذي وعد به من لا ينطق عن الهوى. ولأن القصد مرضاة الله، فقد استمرت هذه التجارة إلى يومنا هذا، وستظل إلى ما شاء الله لها، فهي أول سبيل لسقي الماء في الإسلام. ولقد أثمرت هذه التجارة مع الله أشجارا ومزارع وحدائق أصبحت تمثل حيا كاملا من أحياء المدينة، وأحسب أنه لا يزال يجري أجرها لعثمان منذ 1430 سنة، وله خير منها في الجنة. ولما قال صلوات الله وسلامه عليه ما معناه حين ضاق مسجده بأهله: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد وله خير منها في الجنة، كان لها عثمان رضي الله عنه، فاشتراها من صلب ماله ووسع بها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما من عابد ولا مصل ولا قائم ولا ذاكر لله في تلك البقعة إلا ونرجو أن يكون لعثمان مثل أجره، مع وعد لا يخلف بخير منها في الجنة.
ومن يرد ذو الجود أن يرفعه وفقه الله لما ينفعه. وذاكم ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه، الغني الشاكر المبشر بالجنة، من أهل بدر خير أهل الأرض، وممن بايع تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم إماما ركعة واحدة من صلاة الصبح. ومع هذا كله حمل رضي الله عنه في سبيل الله على 1500 راحلة، وتصدق بشطر ماله، ودخل المدينة يوما قافلة له قوامها 700 بعير تحمل الطعام قد ارتجت لها المدينة، فأشهد أهل المدينة أنها جميعها في سبيل الله. ولذا قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: إن أهل المدينة عيال على ابن عوف رضي الله عنه في زمنه. وابتاع أرضاً من عثمان 40,000 فوزعها في قومه بني زهرة، وفي فقراء المهاجرين، وفي أمهات المؤمنين، وأرسل بنصيب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع المسور رضي الله عنه، فقالت رضي الله عنها: صدق رسول الله، لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون، سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة. ووقف 1,000 فرس في سبيل الله، ليبقى أجره موصولاً كلما فتح المسلمون أرضاً من أرض الله أو دخل أحد في دين الله، وهو يستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده فإن شبعه وريه وبوله وروثه في ميزان حسناته يوم القيامة. ومن قبل أصاب عمر الفاروق رضي الله عنه أرضاً بخيبر لم يصب مالاً قط هو أنفس عنده منها، فحولها من غنيمة دنيوية إلى غنيمة باقية أخروية، وجعلها وقفاً يرجو بره عند الله. وعلي رضي الله عنه وقف أرضاً له بينبع وعيوناً راجياً بها ما عند الله. وخالد رضي الله عنه احتبس أدراعه وسلاحه في سبيل الله. ولما قيل إن خالداً منع الزكاة قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أما خالد فإنكم تظلمون خالداً، لقد حبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وذا أبو طلحة رضي الله عنه يبذل أحب ماله وهي بيرحاء لله، ويقول: إنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله يا رسول الله. وأبو الدحداح رضي الله عنه يقرض الله بستانا فيه 600 نخلة، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ كم من عذق الرداح معلق أو مدلم في الجنة لأبي الدحداح، هم البذور ولكن لا أفول لهم، هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي، فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بعزم وجد مثل جدهم، متى بدا صالحا أقدم ولا تجم، فالخير زرع والفتى حاصد وغاية المزروع أن يحصد، وأسعد العالم من قدم الإحسان في الدنيا لينجو غدا، وكلما العبد لربه بذل جازاه ربه بأعلى وأجل. ومن مشكات النبوة معشر الإخوة 7 يجري أجرهن للعبد بعد موته في قبره: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. فخذها عبد الله في المضمون من ابن القيم رحمه الله: اشتر نفسك اليوم واستعد للقاء الله، فالسوق قائمة والبضائع رخيصة والثمن موجود، وسيأتي على السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير، ذلك يوم التغابن، يوم يعض الظالم على يديه، والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت ألما من الحرمان، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان، فنعوذ بالله من إفاقة لا تنفع. اغتنم غناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، لا مال يصحب مقبورا إذا ذهب، وليس للمرء ما أبقى إذا ذهب، المال يترك مكنوزا لوارثه ويأخذ المرء بعد الموت ما وهب، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وإنما الأنفاس معدودة، وأفضل المأكول من نحلة وأفضل الملبوس من دودة، يا أيها المعدود أنفاسه يوشك يوما أن يتم العدد، لا بد من يوم بلا ليلة وليلة تأتي بلا يوم غد، فاضرب بسهم الخير في كل باب، فالنحل لما رعت من كل فاكهة أبدت لنا الجوهرين الشمع والعسل، الشمع بالليل نور يستضاء به،
والشهد يبري بإذن البارئ العللا، فبادر الفرصة ما أمكنت، فما قضاء الفرض مثل الأداء، ولا تجب دواعي التواني، وانهض بعزم ما له مداني. اغتنموا فرص الحياة واهتبلوها قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أو تقول لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من السابقين إلى الخيرات في هذه الحياة، السابقين إلى الجنات في الآخرة. يا من دعاه الملبون، يا من مد إليه أكفهم السائلون، يا من افتقر لفضله الخلق أجمعون، يا من دعا لحج بيته على لسان خليله فلباه الملبون، يا من عكف على باب فضله العاكفون يجأرون، ولرحمته يتعرضون، ومن مخالفة أمره يستغفرون، وبأذيال عفوه يستمسكون. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكتبنا في المقبولين. يا أرحم الراحمين لا تردنا خائبين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.